خاوتي نبداو بالميلي هدايا سانجان خونا هذا مالا في مال يعني توجو الكرافطة هي اللي تبين خونا الكرافطة هذيك امبوسيبل تكذب يعني امبوسيبل هاكو تسمعوا خاوتي يعني إلا كان من فلاكورش ديالو خاوتي صفراء يعني غارونتي مال هذا شحال يكون خونا واحد شهر شهر ونص شهرين خاوتي توجو نقول لكم الميلي يعني على جان هكذايا باش انسان يرفدو كيما يحب وفرغنا قوة خونا وسوما وسموك 4000 دينار ساموه عندنا هنايا في مال مقنين راهي مروزيه يعني هذه الله يبارك كوبليت بها ديش اخونا ولا مازال مازال يعني ما شاء الله خوتي واش هاد السير تاعها مازال ما ساموك مي يعطينا بري تاعك باش المشاهدين يعرفوا فقط 6000 دينار خوتي في مال يعني كيما هذه يا 6000 دينار والله يعني سان فري تري ريزون خوتي اللي يحب يخدم جول لهنا تدو في مالا كيما هادي يكون عندك مال حار يعني راك خرجت مقانن فروخه ما شاء الله الله يبارك خونا بارك الله فيك خاوتي توجور مع لي جان ميلي هادو ما سيدي مال في ثلاثه سيدي مال ياك راهم كاع كراباطي من تحت بالجون كاع بالكاشي تاعهم يعني ما شاء الله هادو العمر شحال يكونوا شهر شهر ونص شهرين هكذا شهر شهر ونص يعني كاين واحد عنده شهر والاخرين شهر ونص صحيح خونا قال لك مازال ما سومونيش يعني هذا كان شهر ما شاء الله وعندك سلاح اخرى في الدار شيخ ولا عندك راديو ما عندي كاين الله يبارك خوتي دائما نقول لكم بلي يعني كي تشري جان ميلي هكذا باش طلعوا على يدك يعني الغنى اللي حبيت بارك الله فيك خونا يعني عنده للفاش في الدار عنده قال لك حتى المدرسي كاين واش عندك يعني سلعه في الدار باش المشاهدين يعرفوا فقط غني ميلي يا مازالوا كاع فراخ دوك الله يبارك خوتي على 4-5 شهور نعطيهم للمدرسي ما شاء الله خوتي يعني يخدم غير الميلي خونا ويعني قلت لكم توجور باش تعرف المال يعني الكرافطه من تحت حاجه غارونتي خونا ما شاء الله دوك نشوفوا الرقم تاعو يعطيه لنا ولي انتيريسي الميلي يتصل شيخ الله يرضى عليك النيميرو 071 09 02 93 وتكون اخي جنان بروك خاوتي جنان بروك هكذايا لي انتيريسي الميلي وعندو وقتكم سلعه في الدار يتصل راه مفروخه ما شاء الله بارك الله فيك شيخ يعطيك الصحه ميرسي بوكو ميرسي بوكو مون فرا خاوتي عندنا ميلي ليك يعني قوة مع خونا الياس الله يبارك خاوتي شوفوا يعني حاجة قوة الميلي توجور يعني شغل حاجة يعني تحفة قول لهم دينار معليش دوك نقولوا دوك نقولوا بلورو خويا خاوتي يعني دوك نقولوا ميلي ليك هدايا دوك الأب تاعو ليك ويماه كناريا يعني رافد غنى مقنين في عمره شهرين برك خاوتي شهرين يعني تقدر تزيد ترفد له يعني واش حبيت حاجة الله يبارك بون دوك نقول لي السعر وسامك ما سامونيش ما سامونك والبيع تاعو شحال؟ خاوتي 6000 دينار يعني ميلي هكذا يا 6000 دينار يعني حاجه ما شاء الله سيرال باش نشوفوا ميلي يعني ليك الله يبارك بون دقيقه برك خاوتي دوك نشوفوا الرقم تاعو اللي عجبوا الميلي ليك هذا يتصل خولي خويا 06 64 58 91 07 بارك الله فيك خويا العزيز ميرسي بوكو مون فرير سي جونتي يعطيك الصحة بارك الله فيك الله بارك الله فيك هاو يدوش خوتي خوتي الميلي هذا والله نصيحة يعني ما شاء الله ما من الفريت تاعو ما راهوش حاجة يعني غالي بزاف الله يبارك خوتي عندنا لي كالوبسيت خونا هادو سيدي جان ولا كبار؟ عديلت هادو ما عديلت خاتي هادو ما يعني سجنا هادو يعني زايدين في الكاجا عندنا محبي طيور زينة عندنا هنايا هوغو مورو خاوتي يعني اللي صحاب لي في ريش راكو تعرفو ناين راهم بلا باق خاوتي يعني بلا باق يعني راهم باينين خونا واش سموك في الكالوبسي؟ مازال ما سومك واك داير سعر يعني في بالك خاوتي 6000 دينار 7000 دينار يعني راهم بلا باك كل شيء الله يبارك وفي في الهوغو مورو مازال ما همش نبيع يا خويا بارك الله فيك خويا العزيز ما شاء الله ما شاء الله وحبي البنغال خاوتي عمليك راهم بالعش البيض ما كاش مي كاين العش
توجور خاوتي اللي جا الميلي راهم ما شاء الله راهم كاين اليوم في الحراش هاهم باقي 2021 عندنا كيف كيف هنايا ميلي باقي 2021 خاوتي دائما نعاود نراب لكم يعني كي تشوفوا الكرافطه من تحت بالجون يعني استلمال الله يبارك والسير تاعو شحال هكذا خونا نعم السومه تاعو شحال 5500 دينار كيف كيف هادو ما هكذا ما يمكن الله ولي بان قال شحال راهم يديروا 100000 الكوبله 500 دينار الواحد عندنا لهنايا هادو في الاوردينار ياك الاوردينار باقي 2021 توجور خاوتي هذا بورتر هذا ستان بورتر ساتيني ما اوردينار انا ايوا عندنا هنا في الاوردينار شبيه بهذا سمال الله يبارك شحال رسمتو 250 2500 دينار هاكي ها واجد سلعه وهنايا خوتي لاقلي يعني صافي نوطو ما شفناهاش علاش نجيب وحده لاقلي الله يبارك خوتي هايديك لاقلي يعني ديزاني ديزاني ديالي سيدو كنا سيدو بيع المقانن الله يبارك خويا وشحال راه يدير هكذا دخونا 2005 خاوتي يعني غير لاقلي لي غير لاقلي لي ما غلاتش يعني من التسعينات وهي دير 2005 الله يعني والله سبحان الله ايه يعني من ذاك العام وهي هكذا يا ايه كل الزاد لاقلي ما زادتش يعني الله يبارك خاوتي 25 دينار 2500 الله يبارك خونا بارك الله فيك يعطيك الصحة الله يعاونكم خوتي السلام عليكم خوتي عندنا الاغات هذايا يعني من الاغات شباب وتحفة خوتي يجيب الميلانين من الفوق يعني حاجة قوة خونا هذا استعمال شحال العمر؟ عنده 6 شهور او جان يعني هذا خدمة العام الجاي ان شاء الله وسمو سموك خونا؟ مازال ما سموش شحال راك داير في راسك هكذا باش يعرفوا المشاهدين برك 3000 دينار خوتي يعني ما شاء الله خويا بارك الله فيك يعطيك الصحة خوتي هنا راح نبدا لكم يعني عندو براسك محل يعني شوفوا السلعة متواجدة بكثرة عندنا هنايا في الأوردينار عندنا في الفيريش طيور زينة توجور الكناري بسم الله هذا وين راح نقول بسم الله يا عباد الله هذا وين عند الكناري راهو متواجد كذلك هنا في الاردن بعد الحلبه عندنا في الهيبي خوتي فروخه الكالوسيت في الفيريش خوتي في الاوردينار يعني الله يبارك محل هنا يعني خوتي شغل يعني راك في محل يعني قال انواع كاينين عندنا هنا في الموزايك عندنا في البرونز عندنا في اللوتينو خوتي مازال ما شتيروش هاي واه في اللوتينو خوتي الله يبارك ما شاء الله عندنا هنايا خويا هذايا في الجاسب ياك في الجاسب الله يبارك شباب خاوتي بزاف عندنا في الريسيسي بلون ريسيسي خاوتي ريسيسي قلت لكم دائما يعني لاطاي الله يبارك يعني كي تشوفوه راهو لاطاي ما شاء الله عندنا هذا في الهيبي لهنايا وهذا اخي هذا الميلي هذا استعمال في ماش في مال ها يعني خاوتي دو كيما هادي هاي ليك يعني ما عندهاش جون من تحت رقبتها يعني شتين في مال عندنا المقنين هنا يعني ما شاء الله يعني عنده سلعة الله يبارك شوفوا خاوتي الله يبارك يو سيلينا خوتي هاكو شتو يعني السلعة واش كاين كاين في الأوردينار كاين في الأراس كاين في طيور الزينة يعني ما شاء الله خونا الله يبارك
دوك نشوفوا الرقم ديالو تتصلوا به. اخر رقم معليش صحيح 055 98 98 11 65. وين تسكن اخي؟ في براقي. خوتي في براقي، راكو شتو سلام ما شاء الله، اتصلوا بخوتنا. ديروا له جيم ولايك، ديروا له جيم ولايك. بارك الله فيك، نزيدوا ندوروا لهذا يا خوتي، الله يبارك. هذا موزايك هنا ياك، الله يبارك. شفت عاد خونا ما شاء الله، لا لا شابه باقي الكاميرا عنده البري ما شاء الله. هذيك صح باقي 2020 يعني شباب. اعترف يا خوتي هاوليك يعني. ديروا له جيم وديروا له لايك وروحوا تهلاو فيكم. بارك الله فيك، راهو في براقي برك خوتي. وينوض وينوض على جايكم الصباح ويجي يجيب لكم الاخبار حتى الكوزينه. سي شونتي خويا العزيز، حنا شعارنا السوق طيور في داركم. ميرسي بوكو خويا العزيز، بارك الله فيك. خوتي هكذا راكم شفتوا السلعه، اتصلوا بخوتنا. السلام عليكم خوتي، شوفوا يعني في الحراش يعني حتى راهم يداويو ما شاء الله. اخي دوك هذا واش به؟ هذا عنده انفلاماسيون في عينه. انفلاماسيون في عينه الله. هاكو تشوفوا خوتي يعني ما شاء الله الناس راهي تداوي، ماشي مشكل عندك طائر تجيبوه ماشي كاع بروبلا. واش اسمو الدواء هذا اخي؟ هذا ماكسيلين. ماكسيلين ماكسيلين نجي نشوفها برك. هاملك خوتي سيدي سيدي قوت على العينين هكذا يا هذا يعني خاص بالمقنين برك ولا المقنين؟ المقنين كناري كناري هذيك خوتي يعني راه يداووا له حاجه مباشره. هاو اليوم مسيي بها ها؟ هاو هنا اللي مسيي. الله يبارك خويا العزيز يعني ما شاء الله. والله راني مسيي بها ما شاء الله، خدمت بها كناري وخدمت بها كابوس. راكو تسمعوا خوتي يعني شغل الناس راهي مجربتها يعني وناجحه. الله يبارك هذيك المقنين. ودوك هذا شحال السير تاعها خونا؟ نعم هكذا السير تاعها شحال؟ هذه دير صباح وعشيه. اه وين السومه؟ دير 20 خوتي 200 دينار، دير لي وحده صباح وحده عشيه يعني الله يبارك ما شاء الله. هاوليك يعني الله يبارك خوتي. عندنا لهنايا في الروج الشمال يعني ماشي كيما روج المون، شوفوا كيفاش يجي يعني شغل عنده سيدي كيري شويه. خونا هذه كوبلا الله يبارك. وعندنا في البلوتير يعني باقي 2020 خاتي قلتكم يوم الحراش يعني السلعه في راس دخلت ما شاء الله. هنا بدا البلوتير واش ساوموك؟ مازال ما ساوموكش. وفي الروش كيف كيف؟ صحيت بارك الله فيك خويا العزيز صحيت. خاتي توجور مع المقنين جان. هنا هذا يعني كذلك معروف انا في الحراش كل جمعه راه هنايا. الملك قول 600 خونا 6000 دينار المال. 3500 اخوتي اللي في مال 6500 اخي الله يرضى عليك يعني باش المشاهدين يعرفوا برك يعني واش راهي لا ديفيرونس بين 6500 و 500 يعني واش كاين مصوف كاين مصوف يعني صحيح ترى كنت سمع عنده 15 يوم سمعنا. بارك الله فيك خوتي يعني على حسب واش راه وقعت في الكاجا عنده كاين يوم رياح 15 يوم شهر سمعنا يعني سي فرصه راح البري تاعهم يختلف شويه. شحال داروا هادو؟ ما شاء الله خوتي السلعة يعني متواجدة ما شاء الله يعني. الله يبارك. هذه في مال هذه سيدي في مال خوتي. بون السلعة هذه تاع خونا اسماعيل اللي ما فين تشوفوه في الأربعة الأخ هنا ما شاء الله تاع الحميس يعني ألور هو راه في الأربعة وخوتنا هنايا راهم هنا في الحراش. دوك نشوفوا الرقم تاع خونا اسماعيل يعطيه لكم اتصلوا به يعني. وتوجور نقول لكم يعني اسماعيل انسان كونفيونس يعني ماشي كاع مشكل تشري في مال هادي عاود يرجع لك ماشي كاع بروبليم خوتي حاجه ثقه كونفيونس توتال. صوروا خوتي توجور المصاغر في الحراش ما شاء الله. نيتو قول لي واش راك دير هنا؟ واش شري؟ بصح هذا ماشي كناري هذا مقنين. ها واش حبيت دوك انت كناري ولا مقنين؟ كناري. كناري يا خويا راه كيما خوك ناصر راه كيما خوك ناصر يلعب الكناري مي خوك ناصر راح يقلبها. انا العام الجاي نرجعها مقنين خلاص الكناري. الله يبارك خوتي راكم تشوفوا يعني مساغر في الحراش ما شاء الله. ربي يحفظه خويا العزيز بارك الله فيك. ان شاء الله 12 ان شاء الله يكون واجد. قول لي خويا العزيز بون
خوتي الرقم هذا يا تاع اسماعيل قلت لكم ليرا في الاربعات وجوره وعنده هنا يا جماعه راه في الحراش 07 94 25 77 78. خوتي اسماعيل كونفيونس توتال ما تلقوش كاع راسكم كاش مشكل اتصل بخوكم ناصر خويا بارك الله فيك يعطيك الصحه الحميس بياسر سي الحميد صحيت خويا العزيز خاتيني في مال الشاب عندك ما عندي تاع العام هذا هادو قتالة هادو رجل مالك لنا خاتي وش على ساتيني اوكي انا عمر صوب ساتيني خاتي توشر مع اخونا لهنايا كناري سلام قيا ما شاء الله عندنا هنايا لي زانسي فاراب بون خونا تقول لي السومة برك معليش هنايا 2000 دينار هنا كذلك 2000 دينار منا هكذا هذا 120 على 1200 دينار خاوتي يعني سومة رخيصة عندنا وهنايا 6000 دينار الكوبلة خاوتي يعني 300000 الواحد 3000 دينار خاوتي بالاورو يعني شحال ما 25 اورو يعني 30 اورو راك ديت ديكالوبسيت يعني ما شاء الله قول الرقم تاعك معليش خويا العزيز صح قول لي 0 5 57 90 90 36 36 01 01. خوتي عنده ثانيك هنايا كاين حبه موزايك الله يبارك هكذا خوتي يعني السومه راهي رخيصه تريجان اتصلوا بخونا خويا بارك الله فيك يعطيك الصحه ميرسي بوكو صح خوتي يعني هاوليك ميدي الله يبارك فرق صافي هذا رايح للبرونز خوتي يعني تباع ما شاء الله خويا صحتك هايل توجور خوتي دي كناري عندنا هنايا في ليجان عندنا في الاديلت وعندنا في الفيريش هنا في ليجان في شحال يديروا 100000 1000 دينار خوتي وفي الاديلت 160000 يعني السومة ما شاء الله عند خونا لهنايا خوتي هذو العباد يعني توجو راني نخدم معاهم يعني دائما في الحراش يعني كل جمعة راهم هنايا يعني ما تبدلوش ما شاء الله خويا بارك الله فيك يعطيك الصحة عندنا لهنايا كفلة راهي في البيض المال الأورانج خونا المال الأورانج خوتي دير لكم كي نقول لكم كي تشوفوا في مالا يعني هكذا يا مفرطسه شويه يعني هذه هي من الخدمه خوتي يعني كي تولد وتوكل الفروخه تاعي شويه يسرى لها هذا الشيء يعني ماشي مشكل كي تشوف مفرطسه هكذايا ماشي كاع بروبليم دوك هذه ان شاء الله تدخل في السقاط معها شويه كالسيوم فيها فيتامينات تعاود تركبوني هذا هو خونا شحال يدير لكم بلا هذه مازال ما ساوموش مازال ما ساوموش انت ماك داير سومه في راسك 600000 خوتي 6000 دينار يعني كوبلا راهي بالبيض يعني البيض صديق واسك ملقاح ماشي ملقاح من المهم يعني راه مخدمين خونا بارك الله فيك يعطيك الصحة خويا العزيز خوتي عندنا هدف زيولوج مملاطي ما شاء الله خونا السما مازال ما ساوموهش مي شباب خوتي محبي البكروازي يعني عنده لي فان ديالو وعنده المحبين تاعو عنده قريب عام الله يبارك خونا ولغنا هذا هنا قال لي يعني غني في الدار قال لي كاين يغني مقنين يعني اي سي نورمال يطلع صافي بو التلقى نتاعو بصح هذا طالع نورمال يغني هذا طالع يعني الشون ديالو خونا يعني الشون تاعو قوه يعني يبارك ما شاء الله يعني اللي يحب الخلوي يسخلوه قالوا لي سي فيريش راك مغافى كي تسمع الكروزي وخونا هذا في الكوبلاج عادي يعني كناري ميلي تاعو علامه ما شاء الله راك تسمع خونا هذه خونا ماشي مال هذه جايه لوجاده خونا شحال السعر هذايا هذا دار 150000 1500 دينار خوتي يعني ماشي حاجه بكروازي ما يكونش غالي مي قوه وهاي ليك في مالا هذه في مالا في مالا ميلي خوتي حنا في مالا ميلي توجور يعني هذه تخدم بها يعني يحب يخدم بوني يحب يخدم بوني شام سكينة ما شاء الله يخدموا يحضنوا يوكلوا صافي بليزير الله يبارك وهذا وشنو خونا بالدورون خوتي شوفوا طالع بالسورانك يعني ما شاء الله ما يخايلش طالع بالسورانك هذا خويا الله يبارك الله يبارك خوتي عندنا هنايا الميلي هذايا الله يبارك خونا قلت لي هذا ميلي ميلي طاره في نسبه الله
في مالا باين يعني توجور دوك هذه يعني نخدموا بها برك هذا ما كان سي دوماج يعني كانت تمال خوتي في الميلي هذه في الفينيزويلا يعني قوه في الغناء يعني عندي واحد الغناء قاصح الله يبارك خوتي عندنا هنايا ساتيني باقي توجور 2021 هنا شحال سوما هكذايا؟ 8000 دينار خاوتي يعني سوما ب 400000 الواحد بعد ماشي بعد خونا؟ ماشي بعد هادو راهم كوبلات هكذايا خونا ولا؟ نعم زوج لي مال خاوتي هادو هما سيدي مال في زوج خاوتي يعني شوفوا أمس العا يعني راهي ما شاء الله هنايا خويا العزيز واش راك اخي لاباس بخير الحمد لله عقلتني يا الله يبارك بارك الله فيك خوتي يعني شوفوا لي كاد واش عندنا هنايا اشرح اخونا هادو شريتهم خويا العزيز الله يبارك دوجان خلصتهم المال 700 في مالا الله يبارك ان شاء الله ينجحوا لك خوتي المال 7000 دينار في مالا شحال 3500 دينار الله يبارك خونا بارك الله فيك ان شاء الله اخونا العزيز هكذا خوتي خرج يعني ديكاج شابين عامليك دي كولور في البلو في الروج ما شاء الله سلعه يعني عندنا خوتي يعني هادو ليكاج نختموا معاكم الفيديو اللي في الجزء الثاني نشوفكم ان شاء الله في جمعه مقبله ان شاء الله نقول لكم تهلاو في رواحكم ودائما جمعه مباركه وتهلاو في رواحكم خوتي الان نروحوا لمحبي الحمام والدجاج ومحبي الكلاب كذلك خوتي تهلاو في رواحكم السلام عليكم.